هي مني وأنا منها. إحنا بجوج، واحد داخل مع الآخر، هما أنا وأنا هما. أنا لا أقول أن هما وهما هما وأنا أنا، لا، أنا هما هما أنا. أنا إحنا واحد. والانتماء للطريقة القادية البوتشيشية هو شيء جديد، وعنده تاريخ مع الأب ديالي، مع الخال ديالي، مع العائلة ديالي. العائلة التازية عندها زاوية حتى بالدار البيضاء اللي كنجتمعوا فيها الموريدين لذكر الله. ما أجمل أن واحد جلس معاه وبقى يقول لك وابقى اذكر الله، لا إله إلا الله، لا إله. ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون، والله سبحانه اذكروني أذكركم. ما هو الجمال؟ تخيل أنك يقول لك دير 15000 ديال لا إله إلا الله في النهار، غادي تقول واش هذا مجنون يدير 15 ملقات لروح 15000 لا إله. لكن حلاوة الدير قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذيك الحلاوة ديالها ماشي ديال الذكر ديالك، ديال ربي كيذكرك. راه الناس ما فهماش الحلاوة، تقول لا إله إلا الله قولها تشبع، لا، هو كيذكرك اذكروني أذكركم. الحلاوة ديال الذكر هو لما تنفعل أن الله يذكرك، وأنت ملزوم عليك، لكن هو الله سبحانه وتعالى أعطاك المقابل، اذكروني أذكركم. ما دارت بينك وبيني في واسطة، ولا واش كاين شي حاجة أكثر من ربي يذكرك؟ واش بغيتي دير؟ الترسمة إذا ذكرك في الملأ الأعلى وعند الملائكة وعند الأولياء وما خلق، وربي كيذكرك. هذا ماشي قال لك واذكرني وغادي، لا، جمع داك الشيء دقة واحدة. لما كتوصل لواحد الجمع، أقول جمع ديال الناس، والهواس ديالهم الوحيد هو تنظيف الباطن بذكر الله، هم أناس إذا رؤوا ذكر الله. كتجلس حدا شيخ حمزة كتقول له على الأقل غير كتشوف تقول تبارك الله نور تاسع موشو، وتجلس مع سيدي جمال جمال على جمال. هذه المجموعة كتجعلك كأن شتي دابا كنجبدهم وأنا كنحس بالتبوريشة في الحميلية، أنني هما أنا وأنا هم. لا أدعي أنني في مستوى المعرفة، لكن جانب روحي جنود مجندة تتقارب حتى كتصير واحدة، وكنشعر أنا بهذا الجانب روحي بيني وبينهم أحياء أو أموات. ختاما هذا الحوار المتميز دكتور التازي، ما هي الرسالة التي تودون إعطائها للمواطنين والمواطنات المغربيات؟ هو حاشا وحاشا أنني أقدم برسالة إلى شعب يحبني وأحبه، بل شعور محبة تقارب عطف، أننا نكون على كلمة سواء بيننا وبينهم، أن نتقرب إلى ما هو حقيقي، لأنه هو الدائم. يسألونني عدد كبير من الناس، وهذه مقولة معروفة، قال لك اللي تلف شنو يدير؟ يشد لك. أنا بدلت هذه المقولة، اللي تلف يشد القرآن، وما فرطنا في القرآن من شيء. أحاول إلى تقبلوا مني المغاربة أبلغهم رسالة، ليكون القرآن هو السند ديالكم. كلفتي سقر القرآن، ماشي أقسم لك بالله حتى تلقى الإجابة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في قرآنه الذي لا يباع ولا يشترى، وهي الطمأنينة. الناس كتظن أن الطمأنينة هي تمشي تأخذ واحد لاسيرونس على حياتك ولا على راسك. الطمأنينة خلاها الله سبحانه وتعالى بذكره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب ولا تطمئن العقول.
تطمئن القلوب لما تكون عندك الطمأنينة في القلب؟ باش لما الله سبحانه وتعالى يذكرك، ألا بذكر الله، لا شنو هي؟ ألا أنني أذكرك، لأن ذكر الله هو موازي مع ذكره لك. وإن ذكرك الله كيف غادي يكون القلب ديالك؟ تابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.